في عيادة النساء والتوليد اليوم نتكلم عن الموضوع الأخطر، إمتى الراجل يعرف ألم الولادة الطبيعية ومدى قوته؟ أي راجل في الدنيا ممكن يتكلم عن الألم، يحس بالألم، لكن لما يعرف إن ألم الولادة الطبيعية يعادل إنه عشان يحسه إنه يتخيل إن في كرة من الحديد تقلها 3 كيلو وقطرها 10 سنتي، العرض بتاعها 10 سنتي والتقل بتاعها 3 كيلو نازل من فتحة الشرج بتاعته. بتالي أي واحد سمعنا دلوقتي حس بقد إيه ممكن يكون الألم ده قوي. أي راجل في الدنيا لما بيجيله شوية إمساك بيقلب الدنيا. السيدة تعاني الألم الأقوى والأعلى في التاريخ، وهو ألم الولادة الطبيعية، واللي لو هنصنف بعديه آلام يبقى آلام الحصوة، وبعديه يبقى آلام العظم. هذه الكرة هي دماغ الجنين اللي هي قطرها 10 سنتي. الجنين وهو نازل بيفتح عنق الرحم واحدة واحدة، وهذه هي بداية شعور السيدة بالطلق. سيدات كتير بتسألني ما هو الطلق؟ طلق الولادة الطبيعية عبارة عن انقباضة تحجيرية شديدة جدا 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 تحدث في الرحم. احيانا ان السرة اللي موجودة بتخرج لبره او تطلع لبره من كتر الضغط والقوة الشديدة اللي الرحم بيعملها عشان يضرب على المقعدة بتاعت الجنين. لما ينقبض يضغط على المقعدة بتاعت الجنين، ينزل الجنين بدماغه في الحوض ويبدأ يفتح جيب المية وتنفجر المياه. يبقى طلق الولادة الطبيعية عبارة عن تحجيرة قوية جدا تحدث في الرحم. لو الزوج بص لبطن مراته وقت الولادة هيفاجأ بأن بطنها محجرة جامد قوي، ولو حط ايده عليها مش هيتخيل قد ايه ان البطن اللي اتعود عليها انها دائما طرية تبقى بهذه الصلابة. تحدث الطلقة بتقعد لمدة 60 ثانية يعني دقيقة، وتيجي للست 3 طلقات في 10 دقايق. في العشر دقايق يجي لها 3 طلقات، معناها ان هذه السيدة بتولد حالا ودلوقتي، ومفيش اي مجال انك تأخر ذهابك للمستشفى او اتصالك بطبيب النساء والتوليد. وياريت ما نسيبش زوجاتنا تصل لهذه المرحلة من الانقباضات المتتالية. بمجرد لما يبدأ يجي لها انقباض واحد كل 10 دقايق ياريت انك تسرع بيها الى المستشفى. زوجات كتير جدا بتحاول ان هي زي ما بيقولوا بالبلدي تتدلع على جوزها وقت الحمل، يكون مسافر او في اي حتة وتقول له تعالى انا بولد. يجي الراجل بسرعة جدا 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 ويروح لدكتور النساء ويتفاجئ انها ما بتولدش. عشان تتأكد من الولادة لازم تبقى عارف ما هو الطلق، والست كمان من الممكن انها تكون مظلومة وبكرية اول ولادة ليها ما تعرفش يعني ايه الطلق. واللي بيحصل في عيادات النساء والتوليد ان ما حدش بيعمل توعية للمريضة بتاعته بشكل كبير جدا، نتيجة ان ما بيبقاش في وقت. فلازم لو انت ما عندكش وقت يبقى المساعدين يعرفوا المريضة ما هو طلق الولادة الطبيعية وما هي الآلام المتوقعة. بمجرد لما بيتفتح عنق الرحم ويبدأ ينفجر المياه، المياه اللي بتنزل دي مياه دافية بتغرق الأرض وبتنزل ما بين رجلين السيدة وبتبقى في حالة هلع. المياه دي لو نزلت بالشكل ده هي المياه اللي حوالين الجنين، وهي المياه اللي بتحميه، وهي اللي ممكن تخلي الحبل السري اللي موجود حوالين الجنين انه ينفعص او ينضغط. ويضغط يعني معناه ان الدورة الدموية مش هتوصل للجنين، والجنين ممكن ان يحصل له مضاعفات او يحصل له نقص في الاكسجين اللي بيوصل للمخ ويتأخر في سن دخول المدرسة او يجيله اي نوع من انواع الامراض في المخ. ولذلك في علامة في منتهى الخطورة من علامات العلامات الهامة او اللي لازم العيانة فيها تجري على الدكتور، ان لازم يحدث ان لو نزلت المية انفجر جيب المياه، او لو حدث الطلق بهذا المنظر، او لو نزل دم. الدم ما بيبقاش بكميات كبيرة، بيبقى سائل مخاطي وفي شوية دم، دي سدادة ربنا خلقها بتبقى قافلة عنق الرحم. بتنزل الاول هذا المخاط اللي بيبقى متعرق بدم، وبعدين ينزل المية تنفجر وتنزل المية اللي حوالين الجنين،
ويحدث الطلق وتخش الست في مرحلة الولادة اللي بيجري فيها الزوج ويركب مراته العربية ويبقى بيجري وهو في سرعة تامة ولهوجة شديدة جدا عشان تلحق الست ان هي تولد. هذه هي الليلة السوداء او البيضاء احنا بنسميه، لكن انتوا هتسموها السوداء، اللي بيجري فيها الاب خايف على ابنه وخايف على مراته، وبيكون في الاف التساؤلات في دماغ السيدة وفي دماغ الرجل لحد لما بيوصل المستشفى. الحلقة الجاية هنعرف ايه اللي بيحصل في المستشفى والولادة بدون ألم. شكرا حلقة جديدة.